الشبكة العربية الأمريكية تقدم أنغام ونجوم. إعداد وتقديم صالح حسن. في هذا العصر المعتم يشف لنا صوتها الملائكي ضوء الفجر الآتي ليردنا إلى نقائنا وينابيعنا الأصيلة، ينابيع الخير والمحبة والتلاحم. صوتها الوديع يثير فينا الحنان، يفجر فينا الإحساس بأن الدنيا كلها فجر جديد طالع علينا بالندى، عابق بالعطر، ثمل بالتفاؤل الجميل المشوب بمسحة حزن صامت. صوتها زهرة ارتوت بقطرة من ماء ينبوع نقي فخرجت إلى النور بأبهى حلة، ولم ترتفع إلى مرتبة الادعاء والتعالي على الزهرات المحيطة بها. تزهو بكبرياء هادئ لا يعرف الصخب ويبتعد عن الضجيج والضوضاء. عطاؤها أنقى ألوان الحب وأصدقها. نشنف آذاننا للاستماع إليها من غير خجل في زمن بات فيه الخجل لازمة الاستماع إلى كم كبير من الأصوات والألحان. غناؤها طرب يطوع الزمن وصوتها فعل حب. عام 56 تعرضت مصر لعدوان ثلاثي، فكان صوتها بلسما لجراح المصريين وسلوا لأحزانهم. وفي أسبوع الآلام زارت القدس لترتل في مدينة الصلاة، وفي أمكنة العذاب رتلت لمريم المجدلية وغردت. ملاكا كانت يحلق في السحاب، وطافت بالتاريخ في الأرض المقدسة ليتراءى لها محراب المسجد الأقصى ومذبح كنيسة القيامة وموقع الجلجلة وجبل الزيتون. حياها المقدسيون بباقة من الزهر وقدموا لها مفتاح مدينتهم، فردت تحيتهم قائلة: مريت بالشوارع، شوارع القدس العتيقة، قدامت ككين البقيت من فلسطين، حكينا سوى الخبرية وهديوني مزهرية، قالولي هيدي هدية من الناس الناطرين. يا صوتي ضلك طاير زوبع بهالضماير، خبرهن عاللي صاير بلكي بيوع الضمير. غنت مكة وأهلها الطيبة فملأ عيدهم أضلعها عيدا، ولم تنس البتراء ولا أغفلت بردا. لبنانية لكل اللبنانيين وعربية لكل العرب، ولكنها ما سقطت يوما في براثن الغناء لفئة أو طائفة أو حزب أو نظام. أحب صوتها الملوك والزعماء والرؤساء، وما وقعت في شرك تعظيم أي منهم. تقاتل اللبنانيون على حبيبتهم لبنان، فشوهوا وجه الحبيبة الجميل بالقذائف، ومزقوا جسدها الغض بالصواريخ، فأنشدتهم: بحبك يا لبنان بشمالك بجنوبك. فأوجعتهم وأدمت مقلهم وأفاضت عيونهم بالدمع، وعلمتهم أن الحب يمارس بالعطاء لا بالتدمير. في تلك الحرب البشعة كل جماعة اتخذت لنفسها إذاعة، وبقيت هي لكل الجماعات ولكل الإذاعات. كلامها قليل لكنه الأبلغ إذا نطقت. قبل عقد من الزمن سألوها في إذاعة صوت لبنان: بعد كل هذا الصمت ما الذي تريدين قوله؟ فأجابت: أي صمت، ما عندي شي أقوله، عندي غنية، حملت شوقي وجيت لعند الناس
واللي بيربط الكلام بالفن بيمتلي بسكوت، فن هو اللي لازم ينقال. قال عنها زميلنا أنس الحاج: بعض الأصوات سفينة، بعضها شاطئ وبعضها منارة، وصوت فيروز هو السفينة والشاطئ والمنارة. شو بيبقى من الرواية، شو بيبقى من الشجر، شو بيبقى من الشوارع، شو بيبقى من السهر، شو بيبقى من الليل، من الحب، من الحبيب، من الضحك، من البكي، شو بيبقى، شو بيبقى، شو بيبقى يا حبيبي، كيف عصف صغيري عم بتشري من الملاهي، من رصيف القمر، من الناس اللي حبوا، من اللوعة، من الضجر، شو بيبقى من البحر، من الصيف، من المطر، من الحزن، من الرضا، شو بيبقى، شو بيبقى، شو بيبقى يا حبيبي، كيف أساس صغيري عم بتشري الدهري. شو بيبقى من الشوارع، شو بيبقى من السهر، شو بيبقى من الليل، من الحب، من الحديد، من الضحك، من البكي، شو بيبقى، شو بيبقى، شو بيبقى يا حبيبي، بيبقى قصص صغيري عم بتشري زهري. في الساعات الأولى من فجر 21 من شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 1935 أنهى وديع حداد منضد الحروف في مطبعة صحيفة اللجور ببيروت عمله وعاد بسرعة إلى منزله في زقاق البلاط، حيث تنتظر زوجته ليزا بستاني ابنة بلدة الدبية الشوفية المطلة على الجنوب حدثا سعيدا هو باكورة زواجهما. وأطل الوليد وشهد ذلك النهار مولد الطفلة التي ملأت الدنيا حبا ونغما وسميت نهاد. وهكذا رأت نهاد وديع حداد أو فيروز النور في بيت متواضع مكون من غرفة واحدة ومطبخ صغير بملك صفصوف في حي زقاق البلاط. وبعد نهاد رزق الله الوالدين بجوزيف ثم هدى ثم أمال. وكانت طفولة نهاد هادئة بسيطة، وما أن بلغت الخامسة من عمرها حتى أمسكها الوالدان بيديها الصغيرتين واصطحباها إلى مدرسة الإناث الرسمية الأولى للبنات، فلبست المريلة السوداء والقبة البيضاء البلاستيكية وأخذت مكانها في الصف مع أترابها. وكانت عائلتها مثل معظم العائلات اللبنانية المستورة، تع
تنتظر قدوم عطلة نهاية الأسبوع ليصطحب الوالدان صغارهما بالقطار أو الترامواي كما يقول اللبنانيون إلى منطقة البنارة للتنزه. وتمسك نهاد بأيدي جوزيف وهدى وأمال ويتمشى الجميع على كورنيش المنارة ممتعين النظر بالسفن الغادية والرائحة ومنظر صيادي السمك، وفي أيدي كل منهم كعكة عصرونية محشوة بالزعتر والسماق أو تفاحة مغمسة بالقطر. هكذا كانت نهاد حداد تمضي أيام حياتها، ولكن سلوتها الكبرى كانت في جمع الزهور التي طغى حبها لها على أي حب آخر. وكلما سنحت لها الفرصة مضت باتجاه الجنينات الصغيرة المحيطة بمنزلها لتقطف ما تصل إليه يدها من ورود ورياحين لتحولها إلى باقة صغيرة وتضعها في كوب من الماء وتمضي في تأملها حتى ذاع صيت حبها للزهور بين الجيران، فكانت أجمل هدية يقدمونها لها. وما كان هذا الحب للورود والزهور إلا دليلا على الإحساس المرهف والمشاعر الرقيقة التي تنمو لدى هذه الطفلة. كيف حالك يا زهر؟ لو تعرف شو صار، سرقنا من ورداتك وردة وشكلنا الزمار. كيف حالك يا زهر؟ لو تعرف شو صار، سرقنا من ورداتك وردة وشكلنا الزمار. انت بتجرحنا ومن حبك يا زهر يا زهر، اضروب الحب مسيرنا. تكفي تلوعنا وتهجرنا، اضروب الحب مسيرنا، ضلك نادمنا وسامرنا وغنينا اشعار. كيف حالك يا زهر؟ لو تعرف شو صار، رقنا من ورداتك وردي وشكلنا الزنار. كان أقصى طموح الطفلة نهاد حداد أن تصبح معلمة، لا سيما بعدما لاحظت إنصات زميلاتها حين تتزعمهم في فصل الأناشيد التي لم تكتفي بترديدها في المدرسة بل تشدو بها أيضا في المنزل بجانب تقليدها لليلى مراد مغنية يا ما أرق النسيم، أو ترديدها لأغنية أسمهان يا ديرتي ملك علينا لوم. وكبرت الطفلة وكبر معها حبها للإنشاد والغناء، واشتهرت بين أترابها في المدرسة. وفي العام 1945 ونهاد تقترب من ميلادها العاشر، كان لبنان يتهيأ للاحتفال بعيد الشجرة. وتحضيرا لهذه المناسبة كان الأخوان محمد وأحمد فليفل قائدا موسيقى الدرك وواضعان نشيد اللبناني يقومان بجولة على المدارس لاختيار أفضل الأصوات من بين الطلاب لأداء نشيد الشجرة أمام المسؤولين. وعرج الأخوان فليفل على مدرسة الإناث الرسمية الأولى، وقدمت مديرة المدرسة السيدة سلمى قربان فرقة الأناشيد ومن بينها نهاد حداد. وأنشدت نهاد قائلة: جنة في وطني من صباح الزمن، تملأ الأرض خضرارا والسماوات افترارا، بالشجر يتعالى في الهواء والثمر يتلالى في الضياء، ما أحب الشجر. وفور إنهائها للمقطع الذي يقول يا وطني الأغر، اقترب منها محمد فليفل قائلا لها: تعي تعي تشوف انت شو اسمك وبنت مين؟ فأجابت: اسمي نهاد، بنت وديع حداد اللي بيشتغل بجريدة اللجور. وسألها فليفل: شو رأيك لو أخدتك على الكونسيرفاتوار تتعلم الموسيقى وتصيري فنانة كبيرة؟ فأجابت:
إذا بي بيرضى ليش لا؟ وانتظرت نهاد والدها وزفت إليه الخبر السعيد الذي فتح له باب الخير. وما كاد شهر كانون أول ديسمبر من عام 1946 يطل حتى كانت نهاد حداد طالبة في معهد الكونسيرفاتوار الوطني وسجلت في فصل الأستاذ محمد فليفل مجانا. مهما تأخر جاي ما بيضيع اللي جاي عغف اللي بيوصل من قلب الضو من خلف الغي ما حدا بيعرف اللي جاي كيف يبقى جاي إيماني يقول محمد فليفل بعد 4 سنوات جاءني والدها حاملا إلي باقة من الزهور طالبا مساعدتي في توظيف ابنته كمعلمة أو مذيعة أو موظفة فراجعت محطة الشرق الأدنى لقبولها كمطربة أو موظفة واستمع إليها رشاد البيبي وأعجب بصوتها ووعد بقبولها بعد شهرين ولكنني أردت البر بوعدي لوالدها بسرعة فاصطحبتها إلى الإذاعة اللبنانية وعرضت أمرها على مدير الأنباء فايز مكارم وعلى سكرتير الإذاعة الشيخ حافظ تقي الدين فطلب المدير أن تجتمع لجنة امتحان الأصوات المؤلفة من حليم الرومي خالد أبو النصر نقول المني وغيرهم لإجراء الاختبار لها وأمسك حليم الرومي والد ماجد الرومي بعوده يوم ذاك وقال لها سمعين لنشوف شو رح تغني فأجابت نهاد يا ديرتي لأسمهان وانطلق صوتها بالغناء وفجأة توقف حليم الرومي عن العزف ونظر إليها مشدوها وما أن انتهت من أداء هذه الأغنية حتى أعقبتها بمقطع من أغنية يا زهرة في خيالي لفريد الأطرش وسط ملاحظتها لإعجاب الحاضرين حتى إذا ما توقفت عن الغناء أسرع الجميع يهنئونها وقبلت نهاد في كورس الإذاعة بأجر شهري هو 100 ليرة لبنانية وبعد البحث عن اسم فني لهذه الموهبة الممتازة اقترح حليم الرومي
تسميتها فيروز أو شهرزاد، فوقع الاختيار على فيروز، ومنذ تلك اللحظة أصبحت نهاد حداد تعرف باسم فيروز. هيهات يا أبو الزنو، عيني يا مولاي محلى الوما في الوما، وما أحلى العيز بيا. محلى الوما في الوما، وما أحلى العيز بيا. أوف يا ورحتنا العند كون قبل العشاء بنفسي، والقيت كن نايمين والسراج كن مطفين، مديت ايدي عالحافة وفاني قصي، صحيت بنت اللي كن يما 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 حرامي. كانت فيروز واحدة من شلة صغيرة من الصديقات، منهن أستاذتنا الكبيرة ناهد فضل الدجاني التي عرفتها قبل أن تدخل دائرة أضواء الكاميرات الساطعة وميكروفونات الإذاعات، وما زالت هذه المعرفة والصداقة وثيقة العرى بين فيروز وناهد فضل الدجاني، مع أن الزمن قذف بناهد الدجاني إلى المحيط البعيد وتتعطل لغة الكلام بينهما أحيانا، ولكن قلميهما لا يجفان، وساعي البريد يحمل رسائلهما المتبادلة بين واشنطن وبيروت. لقد بدلت الصديقتان تمضية الأيام والليالي معا كما في الأيام الخوالي، وحلت لغة الرسائل محل لغة الكلام. وهل هناك من يتحدث عن فيروز كما تتحدث عنها ناهد فضل الدجاني؟ ها هي تقدم صديقة العمر، ولأول مرة تقرأ إحدى رسائلها لفيروز عبر الأثير، ليكون مستمعو الشبكة العربية الأمريكية أول من يسمع ما لم يسمع وما لم يكتب من قبل عن سفيرة الحب والغناء. الحكي عن فيروز مسؤولية حب، مثل الحكي عن الوطن، عن الأم والولد، مثل الحكي عن الحياة وما بعد الحياة. لما عرفت هالإنسانة كنا اثنيناتنا صغار، هي جاي من ضيعة فقيرة في لبنان، وأنا جاي من حرب وتشريد ويتم في فلسطين، وكانت تجاربنا مثلنا صغيرة، ولما كبرنا صارت هالتجارب هي اللحظات اللي عم نتدفع عليها، على الأقل أنا بتدفع عليها في غربتي. وفي واحدة من رسائلي لفيروز من أمريكا بقلها، هون في أمريكا في إعلان عن البوظة بيقول هذا هو الجخ والدلال والبعزقة يلي بقدر وفرها لحالي بهالدنيا. كيف يا صديقة قدروا قريوا أكبر دلال وبعزقة حصلنا عليها أنت وأنا في حياتنا؟ كيف وصلوا يعرف الفرح اللي كنا نحس فيه وقت اللي نقعد على طاولة سميراميس في باب إدريس والجرسون يجيب لك الوحدة منا كاسة بوزة؟ وشو عبالنا ومين قدنا أكلنا كاسة البوزة ودفعنا الليرة؟ ولا وقت اللي عزمنا عاصي على مطعم الأندين بالزيتونة سألنا شو بتاكلوا؟ وكان جوابنا كأن كورس انت وأنا مثل ما بدك. فيك تتخيلي أجدب من هيك جوز؟ حتى الأكل ما كنا نعطي حالنا حق نقول شو جاي عبالنا. وجاب لنا سمك فرخ فريد كامل لكل واحدة فينا، فرخ كبير 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 لهلأ شايفته قد الحوت. ولا يوم اللي طلعنا على بكفية نحضر عيد الزهور، هاي كانت المغامرة الكبرى. أخذنا السيرفيس من قدام الريفولي انتي وأنا وأختي سميرة ووحدة رابعة ما عاد اتذكر مين، وطارت هالمرسيدس بطرقات الجبل، وكل ما مرقنا على صنوبرة نقطف منها كوز. كيف؟ بعينينا قبل ما نلبس نظارات.
ولما وصلنا تفاجأنا انه في ألوف الناس وصلوا قابلنا واخذوا مطارحهم، وضلينا نحن بلا مطرح. وقفنا قدام بياع التمرية واكلنا شبعتنا. ساعتها شفنا انه في عربيات زهور حلوة، كتير حلوة، الوان بعدني ما شفت مثلها الا لما بتطلي من اريحة على القدس. هناك على مدخل القدس جبلة لو نزلت في مسابقة اي عيد للزهور بالعالم تطلع الاولى وبتضل على عرش الاولية لاخر العمر. وصار وقت ننزل على بيروت ونقطعوا السيرفيسات وبلشت تتعتم وخفنا. ومن يومه ونحن خايفين. يا ناس دخيلكم بعرضكم من شان الله، بدنا سيارة توصلنا على بيروت، معنا كل واحدة ليرة وأكتر من هيك ما معنا. لا بالحقيقة كان معنا أكتر، كنتي أنت الأكتر. ولما مرقت سيارة فخمة وقفت لنا قلنا له على بيروت، قال تفضلوا قديش بتريد؟ ما راح أخذ منكم، أنا هيك هيك نازل على بيروت. وركبنا بالسيارة وصرنا محتارين كيف بدنا نعود لهالآدمي معروفه. وفجأة طلع صوت وحدة منا ما بعرف مين هي، يمكن يلي لهجتها أكتر شي لبناني، ومثل القرعة يلي بتتباهى بشعر بنت أختها، قالت للشوفير سامع أغنية عتاب؟ أكيد جواب الأخ، في أحلى من هيك غنية؟ لما بسمعها بصير في عالم تاني اللي بتغنيها معنا بالسيارة. ويا أمي شو صار؟ أصر الزلمة إنك تغني عتاب وانقلبت الرحلة تراجيديا. أنا ما بغني إلا بالاستوديو بوجود عاصي. إيه من شاني وكرمالي، ولو لو ما نزلتكن معي عبيروت كنت لهلأ واقفين بالعتم، ما قلنا كرامة عندك. وغنيت يا صديقة ودفعت الضريبة عن الكل، وبعدك تدفعيها حاجة تعاتبني يقست من العتاب ومن كتر ما حملتني هالقلب داب. وداب الأخ وما بعرف إذا بعده دايب ولا صار خشبة ما بتحس. وهلأ صار ميعاد نومي، تعرفي في بيروت صرت نام بكير من الحر، وهون في أمريكا بنام بكير من الوحدة. الله معك وديري بالك على حالك. الحلقة المقبلة مع صفحة أخرى من حياة سفيرة الحب والنجوم فيروز، ورسالة أخرى من الأستاذة ناهدة فضل الدجاني. وتبقى لكم تحيات صالح حسن ومخرجة البرنامج ديزيري جبران.